ومن المسائل المهمة جدا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتال الخوارج، وقد ذكرت أحاديث كثيرة في هذا فيما مضى، لكن ما عدد هذه الأحاديث ممن رواها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وروى تلك الأحاديث 25 نفساً من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت الطرق بذلك عن علي وأبي سعيد وأبي بكر وأبي برزة وأبي ذر، وذكر جملة من هؤلاء. قال: مما يقطع به من أن هذا قد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.